الخبر ديال تنظيم كأس العالم مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال فهو خبر صار، لأن كانت أمنيتنا شحال هذا باش ننظمه، وهي غتحقق إن شاء الله في 2030 بحول الله. ولهذا هذا الخبر هذا اللي تنسمعوه فهو خبر صار لجميع المغاربة، وهنا تتبان قيمة المغرب لا على الصعيد الرياضي ولا على الصعيد الاقتصادي ولا على صعيد اجتماعي، فتتبان مكانة المغرب على الصعيد الدولي. فهنيئا لنا جميعا بهذا الخبر السار هذا، وتحية رياضية للجميع، ونحن مسرورون بهذا الخبر، وشكرا.